احنا بقى هننزلها على النت علشان ايه؟ نعلم الناس اللي هم عايزين يتعلموا ازاي يعمل تركيب صح، ازاي يعمله وبالخطوات. يعني انت دلوقتي بتعمل اسمها ايه الخطوه ديت؟ اسمها ايه الخطوه دي؟ التكتين والبتاع الاول. بيجي مثلا الباجور يحط لك الخط الاني، وبعدين بتلفه، وبعدين بعد ما تلفها من ناحيتين تروح ماشي فيها بالفاس مسح. تمام، واخد بالك؟ وبعد ما تمسحها تجيب تجري فيه شويه ميه وتروح ملسه بالحمار او بالبحر. تمام، يودي لك الميه اللي انت عملتها، يوديها اي مسافه بقى. يروي الارض كلها. يروي الارض، جيب الارض وتعمل طبعا بتبقى ميزان ميه، لان اللي بيمشي فيها ميه. يعني من العالي للواطي بطريقه هندسيه. ده شغل هندسه، مش شغل بص للارض، شغل فني يعني. شوف الارض عامله ازاي. يلا بارك الله فيكم.